مثل الزهر نفحت شذاه وطيبه سلام رده وافي ما بداها خلوها ترى المراجل كايدة وصعيبة ما كل من دور لها يلقاها هاي يا مرحبا ترحيب عز وهيبة واللي كتبها للعرب يقراها هاي العاقل اللي محسين انت رتيبه الكايدة تجيبها لقصاها ما يقتل عزوم الراجل ويعيبه إلا ليام قربها وخطاها كم واحد يبغى هدف يصيبه مير البنادق يختلف مرماه تركيبه
ما ياكل اللقمة ولو يبغى، ما ياكل اللقمة ولو يبغى، ولسنونك الله كتبه، ما ياكل اللقمة ولو يبغى، ولسنونك الله كتبه، ما ياكل اللقمة ولو يبغى، ولسنونك الله هاي. ماني مدور لفه وتجنيبه، قدام ما جيب العلا وحماها، قدام ما جيب العلا وحماها، ماني مدور لفه وتجنيبه، قدام ما جيب العلا وحماها. هاي هذاك يرجع والظنون مخيبة، إن كان سرها ولا ضوى، إن كان سرها ولا ضوى، هذاك يرجع والظنون مخيبة، إن كان سرها ولا ضوى، خلوهم. أنا أحمد الله دون شك وريبة، إن قلت كلمة والله النحمة، هاي. اللي على علم السنع يحريبه، كف من جزال السنع حناها، كفه
هاي والنعم فيك وما كيفك ندري به شاعر وتعطى الكلمة بمعناها شاعر وتعطى الكلمة بمعناها. انتهى الوقت انتهى الوقت. صح لسانك يا تركي، صح لسانك يا عبد ربه. الآن الطاروق الثاني بداية معك يا عبد ربه، وبالتوفيق إن شاء الله. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 سلام الله بردية وقاف ما خانقها الضيم على صهوة سما الابداع مرباعه ومصيافه هاي أبعلم زميلي لو ما يحتاج للتعليم عسى ينظم الخطة بمرواحة ومن كافة هلا يا مرحبا ترحيبة نظمتها تنظيم وكل يا طويل العمر يرقى فوق مشرافة وتطلع شاعر مشهور كل يستمع قافه
هاي ترى كل السنة عسبة في تخيرك عن التقديم لكن بلعب قارة تصل وتقلط وسطه مضيافة لكن بلعب قارة تصل وتقلط وسطه مضيافة ترى كل السنة عسبة لك عن التقدير لكن بلعب قارة تصل وتقلط وسطه مضيافة ترى كل السنة عسبة لك عن التقدير لكن بلعب قارة تصل وتقلط وسطه مضيافة ترى كل السنة عسبة لك عن التقدير لكن بلعب قارة تصل وتقلط وسطه مضيافة ترى كل السنة عسبة لك عن التقدير لكن بلعب قارة تصل وتقلط وسطه مضيافة ترى كل السنة عسبة بيوتك جبتها لكن ترى قبل جنة التحكيم ترى الرجال لا منه مشى يدري عن أهدافه هاي ترى ما انته بقاضي عدل فالتحليل والتحريم ترى ما انته بقاضي عدل فالتحليل والتحريم يوصف صاحبي لكن انا ما طالع اوصافه ليا حكمت عقلك ما تابه تصمم التصميم لكن لم ضاع عقلك قص مضمونك مع كتافه